السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل اسهل طريقة لعمل سمك السبيط او الكاليماري او الحبار. كلها انواع سمك بتكون قريبة جدا من بعض، بتختلف شوية في المذاق الى حد ما وفي الشكل، ولكن تقريبا طريقة السوا بتكون واحدة. اهم حاجة في نوع السمك ده ان هو بياخد تسوية قليلة، وليه تكنيك معين في التسوية علشان ما يكونش بيشد معانا وطعمه مش حلو. احنا عايزين نحتفظ ان هو يكون طري وطعمه كمان جميل جدا. هقدمه النهاردة مع طبق مكرونة كده مسلوقة. تعالوا نشوف الاول شكل السمك. اول ما بيجي بيكون شكله كده، طبعا ده سمك كده مش متنظف، فانا هعمل ايه؟ هحاول ان انا انضفه واشيل كل الحاجات اللي هي عليه دي. مهم جدا ان الراس بتاعت السمكة دي بيكون فيها حبر، يعني هو اسمه سمك حبار فبيكون فيها حبر. مهم جدا ان انت بقى تخلي بالك وانت بتنظفيه علشان الحبر ده ما يفتحش معاكي. فتعالوا الاول ننظف اللي هو الجسم بتاعه. اشيل بقى كل الحاجات ديت، وطبعا بغسله كويس جدا بليمون وخل ودقيق، زي اي حاجة بنبقى عايزين نتخلص منها من الزفارة. تعالوا بقى نشوف دي الراس، فانا هحاول افصلها خالص وابعدها عن كل حاجة. شايفين الراس دي هي اللي فيها الحبر اللي هو بيبقى كله لونه اسود، هي دي مش عايزاها تيجي جنب اي حاجة من الحاجات دي. طبعا هغسل بقى كل الكمية كويس جدا جدا، واسيبها منقوعة شوية في مية وليمون. وبعدين تعالوا نشوف التسوية. انا عايزة اديها سلقة خفيفة جدا، السلقة تاخد حوالي دقيقتين. فجايبة مية مغلية وحطيت فيها كزبرة حصى، وحطيت برضو اي حاجة خضرة عندي، كرفس، بصل اخضر، وحطيت بصل عادي. وهبتدي انزل فيها الحبار يدوب دقيقتين اتنين. الطريقة دي بتخليه ان هو يقدر يكون متماسك ويستوي معايا اسرع، وكمان بيكون شكله احسن. طبعا هو بيكش، كمية بتكش مفيش كلام، ولكن الطريقة دي بتخليه يقل شوية صغيرة، ما يقلش قوي يعني. فهحطه دقيقتين. طبعا المية دي انا هتخلص منها، يعني مش هستفيد بيها في حاجة بعد كده، لان تقريبا كل الزفارة وكل حاجة بتنزل فيها. انا خلاص كده حطيته دقيقتين تقريبا، هطلعه وبعدين اشوف اقطعه ازاي. نقدر نستغل الرجول مثلا في طواجن، ونعمل الجسم بتاعها مثلا في طبق زي النهاردة كده. فجايبة حوالي بصلة والطماطم وفلفل، البهارات، البابريكا والكمون، وطحنت هنا دلوقتي كزبرة وهاخد شوية، وحطيت شوية من البهارات اللي هي كلها ديت اللي هي السبع بهارات، وحاطة فصين من الثوم محطوطين في معلقة من الزيت. هبتدي بقى الجسم بتاع الحبار ده هقطعه. طبعا هيتقطع معايا بمنتهى السهولة في الخطوة دي. طبعا تقدري بقى تعملي اصناف كتير، ممكن تعملي طواجن اللي هي بتكون بالصلصة، تعمليها يعني صوابع كده مقرمشة. النهاردة انا هعملها زي الفاهيتة كده او زي الشاورما، فهقطع كمية اللي انا عايزاها. وبعدين هجهز بقى معايا الخضار، جنزبيل فريش، بصل اخضر، طماطم، فلفل، ثوم، كل الحاجات اللي عندي. الكرفس كمان بيكون حلو جدا، الاكلات البحرية عامة بتحب الكرفس جدا. فانا دلوقتي خلاص قطعتهم مجهزين، وفصين من الثوم محطوطين في الزيت. وتعالوا بقى نروح على النار نشوف هنعمل ايه. هنكمل التسوية اللي مش هتاخد في ايدينا حوالي برضو دقيقتين زي ما اتفقنا. هو مش بياخد سوا كتير، ونخلي بالنا عشان ما يشدش معانا. في طاسة فاضية هحط معلقة الزيت اللي فيها الثوم، واحط البصل والفلفل والطماطم اللي هي من غير بذر والجنزبيل، واقلب. لما اشم ريحتهم ابتدي احط الحبار اللي انا اديته سلقة خفيفة، وبعدين احط الكمون والكزبرة، سبع بهارات، والبابريكا، وطبعا الملح. ممكن نحط شوية فلفل اسود برضو لو حابين. ودلوقتي بيكون خلاص شكلهم حوالي بعد يعني 5 دقايق على النار، ما تزوديش عن كده. رشة بقى من الكزبرة الفريش، كزبرة الخضراء او الشبت او البقدونس، كل الحاجات دي بتكون حلوة جدا، وكمان الكرفس بيكون جميل. دلوقتي هقلبها واقدمها بقى جنب مثلا مكرونة مسلوقة، ممكن اعمل رز السمك على حسب طبعا رغبتك،
او ممكن نعملها مثلا ساندوتش مثلا كده خفيف. طبعا طبق صحي جدا، وكمان سعراته الحرارية مش كتير، مغذي، وكمان يعني تحسوا ان هو طعم السمك اللي فيه مفيش قوي فيه طعم سمك، فالناس اللي هي ما بتحبش قوي طعم السمك ارشح ليها طبعا الطبق ده، لان طعمه بيكون حلو جدا. اتمنى ان شاء الله ان هو يعجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.